أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله على تمام الإحسان وجزيل النعماء، والشكر له على سوابغ الإيمان وترادف الآلاء. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك. لك الحمد على نعمة تمام الصيام، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة بعثة سيد الأنام سيدنا محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الكرام، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم وتبرعاتكم، وجزى الله خيرا كل من بذل وكل من ساهم في هذا العمل وإنجاحه. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم عتقا من النار لنا ولآبائنا وأمهاتنا ونسائنا وأبنائنا وسائر المسلمين. أيها الأحبة، اليوم يوم المغفرة، اليوم يوم الجائزة. الله تبارك وتعالى ينظر إلى عباده الذين يجتمعون في طاعته، يذكرونه ويستغفرونه، يهللون ويكبرون، فيوافيهم ويجازيهم سبحانه وتعالى بعد هذه الأيام المباركات بأن يغفر لهم ويبدل سيئاتهم حسنات، ويكون بإذن الله مع المرضيين. أيها الأحبة الأفاضل، العيد فرح بطاعة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبعد كل عبادة فرح، وبعد كل طاعة فرح، وبعد كل سعادة فرح، تهليل وتكبير وشكر لله عز وجل. يشكر المرء ربه على ما وفقه من صيام ومن قيام ومن طاعات ومن بركات. بعد كل هذه الطاعات شكر واستغفار لله تبارك وتعالى، والشكر سمة الأنبياء، وقليل من عبادي الشكور. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نشكر الله سبحانه وتعالى ذا الفضل العظيم أن وفقنا لصيام شهر رمضان، ونسأله الكريم سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. هناك رسائل أربعة نوجهها في هذا اليوم، يوم العيد. أيها الأحبة، أول رسالة الفرح بطاعة الله رغم كل الملمات ورغم كل المصائب ورغم كل الابتلاءات، فالمؤمن يفرح ويفرح بطاعة الله تبارك وتعالى. في هذا اليوم المبارك أيها الأحبة، تكون الأمة في أبهى جمالها، الرجال والنساء والأطفال يخرجون يهللون ويكبرون لله تبارك وتعالى فرحا بطاعته. تجتمع النفوس، الغني والفقير، القوي والضعيف، فيتراحمون ويتلاحمون. وما أحوجنا إلى التراحم والتلاحم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. لا عز لنا إلا بالتلاحم والتراحم، لا عز لنا إلا بالتآلف، لا عز لنا إلا بالإرتقاء بطاعة الله عز وجل. في هذا اليوم نوجه رسالة إلى الأسرة، كل راع مسؤول عن رعيته، فالزوج في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. الكبير يرحم الصغير، الزوج يرحم الزوجة، والزوجة ترحم الزوج، والزوج والزوجة يرحمون الأولاد، وكذلك الأمهات، ثم بعد ذلك الجوار. نحن مأمورون أيها الأحبة أن نظهر صورة الإسلام مشرقة في ظروف يشار فيها بالبنان إلى الإسلام بصور كاتمة، ولكن الإسلام مشرق أيها الأحبة، وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أكبر دليل على ذلك. نحن مأمورون بالإحسان إلى الناس، وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقول التي أحسن، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لذلك نحن أيها الأحبة مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن أبنائنا وبناتنا
حسن جوارنا، أن ندخل عليهم السرور والفرح. كثير من البيوت تئن من وقعة الظل في هذه الأيام المباركة فسحة إلى لقاء الله عز وجل والتصالح مع الله والتصالح فيما بيننا. في هذا اليوم المبارك أيها الأحبة، رسالة إلى المسلمين، كل المسلمين، النظر في أحوال إخوانهم الضعفاء والفقراء في عالمنا مما ترون من أحوال هذه الأمة من مشرقها إلى مغربها. فلذلك كان العيد فرحة للفقير وللضعيف وللمسكين، ولذلك كانت صدقة الفطر، ولذلك كان هذا الاجتماع الطيب المبارك. فلذلك أيها الأحبة، ينبغي أن نحرص على أن نعيش هذا العيد بكل جوانبه، على الصعيد الأسري، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد المجتمع الذي نحن فيه مع المسلمين ومع غير المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل كل أيامكم عيدا، وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين استغفروه. إن شاء الله.